تفضل الله يكتب. عرف نفسك تفضل. عاكم الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن، نقل الدكتور عمر عبد الرحمن. النهارده ايه اللي حصل في الدنوين على اعتصام؟ ايه اللي حصل؟ بالفعل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، قررنا اليوم اعتصام، عمل اعتصام مفتوح كما اخبرنا بيه. كانت اخر وقفه، كانت وقفه الوداع اللي كانت وقفه يوم 22/7، واعلنا فيها ان شاء الله عن الاعتصام اللي هو كان 12/8 اللي هو اليوم. وحينما نصبنا الخيام وبدانا في نصب اليافطات وتعليق اليافطات، جاء على الفور طبعا حصل تصوير من هنا الى المجلس العسكري، واخبرنا القيادات العسكريه ان الامر الان مسجل عند المجلس العسكري، واعلنوا بوقف الاعتصام حتى يصل اللواء حمدي بدين ويكون هناك مفاوضات بحل هذه القضيه. واستقرت الامر على الخيمه، والتقيت ببعض لواءات الشرطه هنا، وقالوا لي ان يعني جانا تعليمات من مدير امن القاهره ان يفضل الاعتصام، فقلت لهم يعني معذره الاعتصام قائم. وهذا كان نتيجه من مدير من اللواء اللي اتصل بمدير امن القاهره. الشاهد في هذا الموضوع، انتظرنا حتى اتى اللواء حمدي بدين اللي هو احد اعضاء المجلس العسكري، وهو المدير اللواء الميداني المعروف، وعد معاه جلسه طويله. وصل القرار فيها انهم طلبوا منا ان الامر ان شاء الله غدا الساعه 11 ان شاء الله سيكون هناك اجتماع بيننا وبين اللواء حمدي بدين، ويكون فيه حلا لقضيه شحوم عبد الرحمن. مش امر ان هو فيه نقعد مع بعض ونعرف القضيه، لا، القضيه كانت معروفه، واحنا عملنا اول وقفه كانت يوم 25/3 عند المجلس العسكري، فهم لديهم الملف كامل، لكنهم كانوا تاخروا. وكعاده المجلس العسكري دائما في سنه بطء، لا ننكر المجلس العسكري في كثير من البطاقات، وانه لا يتحرك الا نتيجه الاعتصامات حدث، نعم هذا، لكن حينما بيعد بيفي. فهو حينما وعدنا ان ان شاء الله القضيه ستحل، وطلب منا ان الامر يعني يرفع الاعتصام دوت، حتى يكون طلبت منه ان يكون الاعتصام حتى غد وحتى يتم اللقاء ثم نعلن بعد ذلك. فطلب مني واقسم يمينا ان الامر باذن الله سيكون هناك حل للقضيه ديت، حتى لو ان الامر وصل الى صلاه المغرب. فنحن نعلم يعني كما عودنا المجلس العسكري حينما بيعد الامر، وما منا حسن مبارك ببعيد، حينما وعد الصور التحرير ان هو هنجيبه في القفص، فعلا اتى في القفص. فيعني كما جربناهم، نعم في تاخير، لازم نفرق بين التاخير وبين الوعد، حينما بيعدوا بيفوا بوعده. وان شاء الله في لقاء غد، ومن بعد ذلك قلت له انا ساعلق الاعتصام، وطلبت منه حدد لي مده اعلق في الاعتصام. فترك لي الامر، فحينما اقلت له على اسبوع قال اسبوع كثير جدا، وشكرني على هذا الامر. وجئت لنا لتعليق الاعتصام الى يوم الجمعه القادم، ما لم يكن لك حل ان شاء الله سيكون الاعتصام مفتوح ولا يوجد تعليق بعد ذلك. وهو رجل قال لي هذا يكون يعني فعلا، وانا معكم في هذا ما لم يكن هناك حل لقضيه شحوم عبد الرحمن. فنامل ان شاء الله ان يكون هذا يعني كما عود المجلس العسكري في وعوده دائما، انه يكون هناك الوعد الحقيقي لحل قضيه شحوم عبد الرحمن. الله يسعدك.